دعما لجهود المعاقين بتشاد، جاءت هذه المناسبة لخريجي الدفعة الأولى من المدرسة البصر الفرنسية العربية، وبدعم من جمعية دودو أوفيسيل لدعم هذه المدرسة للمكفوفين. في مداخلته الدودو أكد على دعمه المتواصل لهذه المدرسة الطموحة للمكفوفين، كما طالب مشاركة الجميع لدعم هؤلاء المكفوفين والوقوف بجانبهم. مدير المدرسة البصر الفرنسية العربية يوسف الزلو قال: بدأنا من الصفر وسنواصل في دعمهم. الجمعية الوطنية بعد ما أسست لحد أسا ما قصرت من واجبها. من ضمن الأشياء اللي عندها مدرسة الإيكول اللي بيسموها أسا البصر اللي بيقرب العربي والفرنسي ده في داخل الجمعية، وعند أهداف أن يعلم الطلاب المكفوفين الشباب اللي ما بيشوفوا ده نعلمهم كيف يكتبوا وكيف يقروا عشان يكونوا ما زينا لكن أفضل مننا. مداخلة عضو المجلس الوطني الانتقالي حرم الغالي قالت إن المجلس الوطني يسعى دائما إلى الوقوف بجانب المعاقين، مؤكدا دعمهم اللامحدود لهذه الفئة الضعيفة. وفي الختام وزعت شهادات للخريجين شمل بعض من التلاميذ من أصحاب الهمة العالية.